الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على زين الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهداة المنتجبين، وبعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، اهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نلتقي مجددا وإياكم مع هؤلاء الحفظة لكتاب الله وكلام الله في هذا الشهر المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية والعربية باليمن والبركات. آمين. تقبل الله فيه صلاتكم وصيامكم وصالح دعائكم. نلتقي في مسابقة قارئ العالمي مع مجموعة الهدى. مجموعة الهدى يبتدئ معنا المتسابق النور، انت قلت لي كده، مع مجموعة النور يبتدي معنا المتسابق ياسين الحموي ليحبر لنا ويسمعنا من أواخر سورة النمل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أعد وأن أتلو القرآن، أنا صار لي تشويش معلش. أعد وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخي ياسين، ما شاء الله قراءة يعني طورت أكثر من أمس. صح. كثير جدا يعني. بس في كان من فزع يومئذ جاء الإدغام لكن بدون غنة. نعم. حقيقة. لكن الإدغام بالغنة لابد أن اللي بعدها جبت فيه فزع صح. بعدين الشيء الثاني اللي هو يعملون، يعني الوقوف على آخر إذا كان واو أو نون، يعني الواو تكون الشفتين مضمومة، لما ننطق المد نقف على النون ونرجع الشفتين وراء. تعملون، إذا قلنا تعملون أصبحت النور كأنها عليها إيش؟ عليها ضمة. تعملون، نقف عليها بالسكون ونرجع شفتين، لأن السكون إيش معناه؟ هو عدم حركة الشفتين. نعم. خلصت مولانا؟ جلس. لماذا حينما أتممت هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقفت ثم بدأت إنما وقفت، كان هنا إيش بيصير للمستمع؟ قطع للإرسال ثم البت، قطعت عين البت ثم أرسلت، وقفت صح؟ إلا ما كنتم لا لا وقفت لا لا
انت وقفت خدت نفس مش عارفش نصار ايه خدت بلت. نفس لانه ايه. في مد يعني نعم. ايه هذه واحدة نعم وامرت خفضت منك اسلوب الدلالة التلاوية النغم وان اتلو القرآن شوف معي وامرت ان اكون من المسلمين هذه وقفت فيها بعدين قلت وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه يا ريت قلت وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما كان هذا اجمل واكمل المعنى لا توقف تمام يعني ليس الوصف اولى هنا ايه كان هو للمعنى يعني كان يعني هذه اسمها المواكبه مع المستمع انا كنت ساصل وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران ولكن هكذا. اخذت في ليبيا هكذا علامات الوقف نكون يعني مسلمين وان اتلو القران نقف وان اتلو القران في ليبيا بارك الله فيك احسنت هذا المقام اللي قريت بيه تعرف ايش هو ما بعرف هذا بياتي اغلب قراءتك بياتي يا ياسين انت بياتي باهي اعطيني مقام اخر لن اعطيك انا اي مقام اخر لو سمحت ياسين ايه لديك ما فيش بس وتعطيني من قصار الصور غير ايه اعطيني قصار الصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله فيك أحسنت شكرا ياسين هذه ملاحظات إذا حبيت تستفيد منها نلتقي مع المتسابق علي المغربي سيتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان الحكيم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أحسنت. ما شاء الله. فتح الله عليك يا شيخ علي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة خاشعة، قراءة جميلة. الحروف التفخيم في بعضها يعني ما تعطيها الحق الكامل للتفخيم، يعني التفخيم لابد أن يكون، فلا يقال إنها رقيقة، يعني تعطيها قوتها في التفخيم، خاصة إذا كانت جاءت بعدها ألف هي أعلى مراتب التفخيم، أو القول الثاني على إنها مفتوحة، فالتفخيم شوية ضعيف، لكن بشكل عام جيد. الراء كذلك عندنا معروفا، عدتها وجملتها يعني. أول وقفت فيها كلمة معروفة، بالمعروفة بعدين قطعت الألف فيها يعني. بعدين جبتها جيدة وفتح الله عليك ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحك، الكاف لم تهمس في الحكمة. الظا مشكلتك في الظا يا علي، الظا وجوك زوز كلمات، ظلم عظيم. شيخ حرف الظا كيف ينطق صحيح؟ تمام. وعندك بالله، عندما وقفت لا تشرك بالله، بالله خسان قليلا في المقامية، الحجاز يعني خس منك مش نفس الطبقة. أنت بماذا تقرأ يعني؟ حجاز. لا لا لا، بأما رواية قانون على ما وجه، عندها وجهان، ما وجه مقدم المؤخر ما لأنك المنفصل تمد فيه أربع حركات. لماذا؟ ليس عندنا في وجه المقدم أربع حركات المنفصلة. أيوة أحسنت. قرأت هنا بمقام الحجاز، أعطينا مقام من عندك، قصر الصور لو سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذا حجاز، كنت كرد بعدين مشت حجاز رك. بسم الله كنت كرد، الاستعادة كرد بعدين جت حجاز وليت. لن أفتح عليك. لا لا، خذ أي ما خذ مقامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. ها. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بارك الله فيك. أحسنت أحسنت أحسنت. الذال انتبه له، الذال غيره، طير رخاوة. آية الذي يكذب بالدين. أنا الذال والضاء قريبات من بعض أصلاً. الله يفتح عليك ما شاء الله. الله يفتح عليك. حبيت الملاحظات هذه علي؟ نلتقي مع المتسابق. حامد، مع المتسابق حامد وردك، سيتلو علينا بداية سورة القلم. تفضل يا حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن
إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أعد فستبصر ويبصرون أعد بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بارك الله فيك أسمعك الله كل خير يا حامد تعليقاتك مولانا طيب تصبر علينا شوية كذا بس يا حامد قراءة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكن في عندنا ما أدري كأنك صار تنبيه بالأمس كمان المد في الواو والياء يأتي بغنة سبحان تأتي الله. بغنة فيها نون يعني لا قلنا كما قلنا بالأمس إنه لا بد الضغط على الشفتين على الفم في ضمها حتى ما يخرج شيء من الخيشوم بعدين الوقوف على النون نون هذه النون لا بد تقف عليها بالبينية إنه إذا أعطيتها على راحتها كده ما تظهر هذه النون لأنه البينية بين الرخاوة والإيش والشدة عندنا كلمة عظيم الضال الضاء يبغاله قوة شوية كده والظاهر على آخر النهار الصيام يأثر شوية نعم أيه والعين أعلم العين لابد من الحلق بينية لين عمر هذه الحروف كلها يبغى لها ضغط شوية عندنا ودو كذلك الشدة نعم. فيها ودو دو أيه الدال فيها يبغى لها لكن في مجملها ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلى الله أن يفتح عليك ملاحظتين توافقت معهم مع فضيلة الشيخ ولا تطع كل حلا لا في الزوز في الاثنتين خلل مش عارف ولا تطع أنت قلت ولا تطع آياتنا فخمت الألف المدود المد العارض للسكون تارة تعطيه حركتين ونصف وتارة تعطيه أربع حركات يسطرون ممنون مفتون مهتدين وإن لك لأجرا غير ممنون خلل نغمي في غير ممنون هذا ما لدي عليك يا حامد قرأت بمقام البيات قراءة رسمية نغمت فيها قليلا طيب إن شاء الله أعطيني من قصار سور مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ايش تقول يا مولانا ما شاء الله بس الصاد زي ما قلت لك الضار بنبض لا تحرك شفتينك اليوم تعبان كأنك نايم نايم ايه
أريد أن ألفت انتباه بأن القراءة الثانية كما قلت بالأمس وبالأمس قراءة الثانية جميلة جدا جدا خمسة جدا الثانية تعوضني عن هذا ما تعوضت لا لا قراءة قراءة مباركة ما شاء الله الله يفتح عليك ممتاز يا حامد ممتاز هذه إذا حبيت يا حامد تأخذ الورقة تستفيد منها إذا حبيت تستفيد الله يخليك نلتقي مع المتسابق جمال بخاري وسيتلو علينا إن شاء الله ما تيسر من سورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما وتكون الجبال كالعهن أعدها وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى افتح الله عليك يا جمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله في بعض الملاحظات البسيطة يعني الوقوف على الهاء لابد تعطيها أهواء والله حاولت هذه المرة بزيادة عن أمس ماشي ماشي هي قد أحسن من أمس لكنها تحتاج صحيح. لأن الهاء ضعيفة جدا ضعيف وتأخذ هواء أكثر فيبغى لها شوية تعبي الرئتين يعني عندك ال شو اسمه الوقوف كذلك على الأليفات يعني بعضها مش مشبع وبعضها تقطعها قطع يعني كهمزة أيوة عندك ال كلمة المهن وما يكون وتكون الجبال كال تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن المهن المهن شفت المه الهاء ساكنة والنون ساكنة واللام شفتين ترجع ايوه شفتين لازم ترجع لا تخليها كده ماشية على راحتها ايوه الأخير اللي هو الجيم الله أكبر سبحان الله الجيم يبغى له شوية قوة ايوه اسم الله حضرتك لأنه الجيم ينجي شديد قلت ينجي أيه. قلت ينجي ينجي جيم جيم حبيبي من جيم. شجر اللسان من وسط جي جي أج تعطيش هذا بس والله نفس معلومات الشيخ لا أزيد عليها بالضبط بالضبط والله نفس الملاحظات دكتور شيخنا لكن عندي بدل إضافة عليك خلل نغمي في بعيدا وقريبا يعني نقول إحنا نشازنا وعما في بعيدا وقريبا أحسنت أتيت بمقامين مقام البيات والحجاز بالأسلوب الحجازي ائتي لي بآيات من قصار السور بمقام مغير تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. هذا بيات، أتيت بالبيات يعني جيب مقام آخر. آه أنا جبت بيات وجبت كمان حجاز. إيه جيب مقام آخر. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت بارك الله فيك. الصاد صاد ما زالت والله. الصاد انقف ضعيفة يا شيخ، حاولت لا تجيبها من شفتينك، الشفتين ما لها شغل أصلا، ما لها علاقة بالصاد. فتح الله عليك. فتح الله عليك. مية مية ما شاء الله. الله يسعدك. نلتقي وإياكم بعد فاصل إعلاني مع مجموعة الهدى إن شاء الله، فلا تذهبوا بعيدا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين تامين إلى يوم الدين، والحمد لله على كل حال، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآن المجموعة الثانية من القارئ للعالم الإسلامي، ونبدأ بأخونا محمد، أستاذ محمد عياش، الأخ محمد عياش من سورة الإنفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عاد في أي صورة. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله. إيه يا عياش، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، ما شاء الله ما شاء الله. لكن الألفات، فصاحتك في الألفات مشكلة والله. والله 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 والشاهد ربي أخذت مني ما أخذت في تلاوتك، لدرجة أنني كأنني لولا الألفات والفصاحة في الألفات كأنني أستمع إلى قراءة مرتلة، لختمة مرتلة، كأني أستمع إلى ختمة مرتلة الآن. والله والله بصدق يعني ما شاء الله. لكن تعال معي،
انفطرت الفاء، لماذا فخمتها؟ بعثرت، وين صفة العين؟ وأخرت الهمزة ما غرك، ما شاء ركبك، ضبط الوقع الإيزاني ميزاني. كيف قلت؟ في أي صورة ما شاء ركبك، هكذا. أنت قلت ما شاء ركبك، مشيت يركبك بسرعة يعني. ما شاء ركبك، ضبط وقع وزني. هذا ما علي أن أقول. يصلون هلام فخمتها، يصلوا. وعموما قراءة طيبة جدا، خمسة جدا. تفضل مولانا. أخ محمد بارك الله فيك، صلى الله جل وعلا أن ينفع بك. الراءات عندك ضعيفة، ما وصلت إلى حد التفخيم الكامل، ضعيفة في التفخيم الراءات بشكل عام في قراءة السورة كاملة. الغنة في الواوات هذه تنبيه كذلك واضح. صوّى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى فسواك، يعني فيها ريحة الغنة من مع الواو، وهذا خطأ، هذا وضحنا أكثر من مرة. عندك الفجار الجيم، اضغط عليه، جيم شديدة شديدة، يبغى لها قوة في نطقها ووضوحها كذلك، لأنه متى ما أعطيتها راحتها تتحول من الجيم إلى حرف آخر شين. عند أدراك الدال القلقلة ما كانت واضحة بشكل واضح يعني كبير، وفي مجملها فتح الله عليكم، صلى الله جل وعلا ننفع بك إن شاء الله. شكرا. أعطينا مقصار السور، ما تيسر مقصار السور، مقام مغيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انت جيت السورة كلها راءات في الأخير، الراء يبغى له ضغط عليها شوية، كان يحذر فيك من راءات، مشيت نعطيك الكوثر. الكوثر الراء فخمة والكاف فخمة. يلا يا رب، ربي يحفظك. أعطيتنا مقام الصبا، مشكور جدا سيد محمد عياش، مشكور مشكور. مشكلتك في الفصاحة يا عياش، بس لا يسأل الله. بسم محمد. نلتقي مع المتسابق حسام خياط، سيتلو علينا ما تيسر من سورة الطور. يلا يا حسام، يلا حبرها يا حسام، وخذ طبقة مناسبة يا حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علي صوتك يا حسام، انت صوتك ممكن يعلمنا الواحد شوية قليلا هذا. لا لسه من هناك، مش من هناك. ها؟ هذا الإذاعة بس، لا احنا بوز ممكن احنا هناك. ها؟ مش من هنا. نعم، قليلا بس. قليلا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا
هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أحسنت بارك الله فيك مولانا. عندك تعليق؟ الله يفتح عليك حسام ما شاء الله لا قوة إلا صوت وأداء صلى الله أن ينفع بك. الجيم شوية ضعيفة في بعض الكلمات مسجو جو جو كأنك متفق مع صاحب أخونا محمد. في عندك المد المتصل بعض الحين تطول يعني السماء وصلت السماء هي 4 حركات وخمس حركات وحدرته بداية المسابقة قلت لا معرفتش يعني أنت تقرأ 4 حركات ولا لا صحيح أي 4 حركات ومنفصل 4 حركات هذا قراءة حفص الشاطبية بس لا تمدوها طويل يعني أطول من 4 حركات يختل إن شاء الله بالله يعني سواء جبتها لا بأس بها السماع أطول واللفظ في نظيره كمثله هذا الأساس اللي نحن نشتغل عليه في القراءة صحيح بارك الله فيك جزاك الله خير فيك الإضافة لما تفضل به مولانا الشيخ عبد الله المرفوع قلقلت الراء مش عارف كيف فويل يوميز للمكذبين الزال لم تتضح منك كنت في بداية نتكلم طبعا عن النغم كنت في بدايتك والطور والطور كتاب مسطور تمام ثم انتقلت فجأة مش إلى الوسط إلى الجواب عندنا انتقال في أي آية إيه قلت ما له من دافع يوم تمور السماء انتقلت يوم تمور السماء مور يعني فوت انتبه معي الانتقال إلى الجواب سأعطيك مثال الانتقال إلى الجواب يجب أن يكون بالتسلسل احنا قلنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع بعدين إن عذاب ربك لواقع أنت المنطقة هي ما مشيتهاش بكل تخطيتها والسماء هذا انتقال غير محبب في الجواب لأن كانت بدايتك مرتلة منظمة طيبة جدا هذا المقام اسمه مقام الرست أعطينا من قصار الصور مقام مغير يا سيد حامد تفضل يا سيد حسام بسم الله الرحمن الرحيم صباح قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أحسنت بارك الله فيك كهنات بسيطة لكن بارك الله فيك قراءة طيبة والله ما شاء الضم الله الضم يبغاله شوية وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين الضم تو أنتم عبدتم ضم كامل بارك الله فيك بارك الله فيك وبك يا حسام تفضل نلتقي مع المتسابق قطعنا السلك جزاك الله خير يا سلام باقي منير الآن مع حسام سيف الدليمي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا في شيء معه زدني. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أحسنت. يا ريتك وقفت وقف تام، لأن القسم والمقسم به. والعاديات ضبحا إن الإنسان لربه لكنود، فالموريات قدحا وإنه على ذلك لشهيد، فالمغيرات صبحا وإنه لحب الخير لشديد. أنت وقفت وقف معلق فيها. تعليق مولانا. لا لا لا. عندنا إذا زلزلت الذال غير واضحة، صح، فيها قوة في الأداء. الضاد كذلك، الأرض الحروف حرف مفخم كذلك، هو حرف قوي. اللغة العربية لغة الضاد، الضاد بالاستطالة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض فلا بد الاستطالة لها لأنها قوية، حرف قوي. كذلك عندك الوقف على الألفات، بعضها تقف عليها طويلة، بعضها تقصرها، بعضها سبحان الله تقف عليها محضرت. بهمزة نفس الوحدة، أيه، وبعضها جيدة يعني تقف عليها وقف كامل. عندنا حروف التفخيم، في بعض حروف التفخيم الحرف المفخم لابد يكون الفم مليء بالهواء. هو إيش هو التفخيم؟ هو سمن يعتلي الحرف بحيث يمتلئ الفم بصداه، يعني الفم كله يكون مليء بالهواء حتى يتبين أنه هذا الحرف مليان وحرف قوي جدا. الملاحظة الأخيرة اللي هي الغنة في الواوات، يعني مثل بعض الشباب الواوات هذه لابد تضغط عليها. في مجملها ما شاء الله قراءة جميلة، بارك الله فيك، نفع الله بك. نفس ملاحظات الشيخ لكن أزيد أعمالهم. العين ساكنة والميم مفتوحة، ليروا أعمى، ليروا أعمالهم. إيش قلت أنت؟ ليروا أعمالهم، 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 أعمالهم. ده قلت أعمالهم باي. وعندك بحة في الصوت، هذه أثرت فيك مرتين. إن الإنسان لربه لكنود، لا تتكئ على الكاف، أنت قلت لكنود، تكأت على الكاف، لكنود، تتتت. إن الإنسان لربه لكنود، تمام؟ هذا المقام الذي قالت به مقام النهاوند، أعطيني قصار السور، مقام مغيرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضح الذال في أعوذ لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. شوفون هذه هون ايه والراءات هون هذه حاول الواو اضغط على الفم. شوف شوف الفرق يا سيف. تعملوا في فرق ولا ما فرق؟ نعم. إذا كانت من الخيشوم الغنة فيطلع الواو كذا ما هو طبيعي. اضغط على الفم. كلا سوف تعلم. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك. الله ينفع بك إن شاء الله تعالى. نلتقي مع المتسابق الأخير وختامه مسك. المتسابق منير أبو القاسم سيتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة. ختامها مسك إن شاء الله يا رب. نحن في شهر الصيام سيتلو علينا آيات الصيام إن شاء الله. اختر الطبقة المناسبة يا منير وانطلق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. وقف على العسر. بس الله يريد الله بك اليسر. بس الله تيسير. بس وقف على كلمة العسر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عن طبقة وإذا سألك وإذا سألك عبادي هذه الطبقة متاعك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمين آمين آمين. مولانا علق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شكرا يا أستاذ منير الله يحفظك. كلمة طيبة جدا. قراءة جيدة بس تشد على نفسك كثير. لا انا عندي مشكله حتى المشايخ اللي بقرا عليهم المشكله في النفس يعني اوصاني. انت رياضي تقولي عندي مشكله في النفس هذه ما تركبش معلش يعني والله العظيم يعني هذا رياضي شيخنا. لا بس خلينا نكمل بعدين انت شوف الملاحظه. القراءه يعني قراءه يعني متقنه الحمد لله بس تشد على نفسك كثير. القراءه لابد انها تكون باسترسال يعني لا تعود نفسك على هذه الشده. يعني خلي الفك لا رياضة تمرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرئ بفكه. لا تعود على نفسك على الشدة الكثيرة تتعب كثير. يعني كذا ما تستطيع تقرأ صفحتين على بعضها. جميل. فأعطي أعطي نفسك راحة شوية حتى تستطيع أنه عندك العسر الراء كذلك قلنا الراء بينية إيش العسر العسر عندما نطقتها قال لك الشيخ أعدها حركت السين تحركت منك السين العسر. شوف السين والراء مفخمة ولا لا زي القدر تعطيها كذلك البينية الصوت صوت البينية اللي هو صوت صوت بسيط حتى لأنه إذا أنت ما أعطيت الصوت راحت ضاعت مع السين. العسر اسمع العسر اليسر اليسر العسر هذه لابد تعطيها تنتبه لك خاصة في الوقت. فليصم أنا لأنه أنت جايب الآية شبه يعني عدة كلمات فالها راحت يعني ضعفت ما في هوى لكن بمجملها ممتازة جدا الذال وهذه ملاحظات يعني كافية يعني. الذال هذه مرة في عود طلعت ولا وإذا سألك لا مو وإذا سألك الذال لابد ذل رخوة رخوة فيها صوت خلاص. إضافة لما تفضل به مولانا الشيخ كتب عليكم ولا عليكم الصيام علي الميم مرققة يا أمي أنت قلت كتب عليكم مو ما مو عليكم الصيام هذه واحدة من قبلكم في العهد الثاني نشاز في أداء النغمي معدودات 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 الألف فخمت منك ولتكملوا الهمس في الكاف ولكن إجمالا ما شاء الله على أحكامك يا منير ما شاء الله على التوازن في الأخير غيرت الطبقة وإذا سألك عبادي عني غيرت الطبقة نرفزتني قليلا لكن ما فيش باس. أعطيني قصار الصور مقام آخر ونختم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم عجب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بارك الله فيك أحسنت مشكور مشكور مولانا تفضل اختم. وختاما بعد سماع هذه الآيات المباركات وهذه الأصوات الجميلة وهذه الأحكام التي يعني أعطيت لهم هي أحكام حقيقة في الفائدة لهم لعلهم إن شاء الله تعالى تكون لهم في مستقبلهم قراءة متقنة وأتمنى من الجميع إن شاء الله يحرص على أن يقرأ قراءة إجازة كاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى وأقول لهم أنتم على خير وفي خير وإلى خير إن شاء الله تعالى ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم إن شاء الله وفي أهاليكم
ونقول للمشاهدين والمشاهدات جزاكم الله خير على هذا الإنصات وهذا هذه المشاهدة المباركة. نشكركم جميعا، وقبل أن نودعكم نشكر شيخنا الشيخ مهلول حفظه الله تعالى الذي يعني أتحفنا بهذه الملاحظات الجميعة لأبنائه الطلبة. أشكر الجميع وأقول لكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مشكور مولانا، مشكور، الله يحفظكم.